مخالفة منع التجول تسجل على الشخص وليست على المركبة. انتشر كثير أنه أن المركبة تسجل وغير صحيح. المركبة رجال الأمن في مواقعهم عندما يتم تطبيق قرار منع التجول ووفق الخطة الأمنية المحكمة بمساعدة الجهات الأخرى العسكرية يتم تقييم الوضع وكذلك تسجيل تحقق من الشخص الذي قائد المركبة أو السائر بالطريق ويتم اتخاذ اللازم مباشرة من خلال التقصي عن بطاقة هل هو من الفئات المستثناة بطاقة الخاصة بالعمل وكذلك المشهد الذي ذكرنا ونؤكد على وجود مشاهد لجميع الفئات المستثناة كذلك بطاقة العمل وتصدر من قبل الوزارة أو الجهة التي ينتمي لها ويكون من ضمن الفئات المستثناة.